الفارقة في حياتنا اللحظات مع الأصدقاء، كيف ندرك هذه اللحظة ونستغل لحظات السعادة ما بيننا وبين أصدقائنا. الكثيرون يبحثون عن الصديق الحقيقي، والكثير منهم يشتكي من ندرة الصديق في هذا الزمان وفي علاقات الصداقة، لأن أغلبها في زماننا إما نفعي أو مادي أو صداقة المصالح فقط. فالصداقة الحقيقية كنز في كل الأزمنة، لأن مفهوم الصداقة ليس فيه لبس. معنى الصديق لغويا هو الصدق، أي أن تكون صادقا في ودك، وأن تكون صادقا في حبك، وأن تكون صادقا لأصدقائك. وهذا لا يكون إلا في أناس قلوبهم لا تعرف إلا الحياة الحقيقية بعيدا عن النوازع المادية والنفعية، بل ويؤمنون بالقيم الروحية والقيم الأخلاقية. ومن الشخصيات التي أثرت في حياتنا وفي انتباه العديد من المفكرين والدارسين هو شخصية سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقطعا كلنا نحب هذا الإنسان ونهتم بهذا الجانب من الصداقة بين أبي بكر رضي الله عنه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ننسى أنه كان يملك أهم صفة للصديق الحقيقي وهي الصدق، ولذا سمي بالصديق، لأنه كان يصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يوحى إليه من ما لم يصدقه به غيره في هذا الزمان. كلنا يعرف قصة الإسراء والمعراج، وكيف كذب الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم علمهم بأنه الصادق الأمين الذي لا يكذب أبدا. إلا رجل واحد فقط صدق ما أخبره به، ألا وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم، أبو السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا وصدقوا به وفتنوا بالأمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة. فده بيتضح منه مفهوم الصداقة عند سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الذي كان يعلم يقينا بأنه صديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي لم يراه يكذب أبدا. وهو بالفعل أبو بكر كمان لن يكذب، لأنه يثق بصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والجملة الأخيرة اللي نطق بها سيدنا أبو بكر فيها كتير من المعاني. الكتير مننا في حياته العادية لما بيتعرض لهجوم كاذب أو إشاعة بيصدقها بعض الناس إلا الأصدقاء أو المقربين، ده بيعكس إنه الأصدقاء المقربين منك جدا هم اللي بيؤمنوا بصدقك وبيؤمنوا بمودتك ليهم وبيعرفوا إزاي يحافظوا عليك. تعالوا ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل الصحابة ويعامل أبو بكر الصديق شخصيا في أثناء الهجرة النبوية الشريفة، وكيف كان سيدنا أبو بكر يسير أمامه تارة وخلفه تارة وعن يمينه تارة وعن شماله تارة، خوفا من أن يباغته أحد من هؤلاء الذين يتتبعون الآثار فيصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأذى من هؤلاء. هل يوجد في زماننا أو بنا من يصل إلى هذه الدرجة من الحب لصاحبه وصديقه ليضحي بحياته من أجله في عصرنا أو في زماننا المعاصر؟ الكل في زماننا بيقول نفسي نفسي، لكن كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول صاحبي، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أبو بكر لما كان في الغار سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في عينيه الألم، ورأى في عينيه نظرة الاضطراب والتفكير، فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم طمأنه وقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كان بين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفاهم كبير وتجاذب روحي عجيب. هذا التوافق العجيب بين الشخصيتين سهل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم توصيل الدعوة، كما سهل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبول الدعوة. سيدنا أبو بكر لم يكن صادقا فقط، بل كان صديقا، وكان يستقبح الكذب، وما أثر عنه أو عليه كذبة
قيلت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى في الجاهلية اللي قبل الإسلام. فرجل بهذه الصفات لا يفترض إن هو يكون كذاب، ولا يفترض إن هو يكون بيحب الكذب. المفروض إن هو يكون بيحسن الظن بالناس ويحسن الظن بما يقال له. فما بالكم إذا كان هذا الذي يحدثه هو رجل يشتهر بالصدق والأمانة، حتى لقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يشتهر بهذا عاما أو عامين بل 40 سنة، بل ذكر التاريخ وسجل التاريخ بأحرف من نور أنه هو الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان حضرة النبي اللحظة الفارقة في حياة الإنسانية. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما افترض في الصديق أبي بكر يوما الكذب، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه داوم على الصدق طيلة حياته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك الكذب على الناس وترك الكذب على غير الناس. نستنتج هنا استنتاج بسيط جدا لا يغيب عن عقل الناس كلها وعن عقل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يغب عن ذهن أي حد عاشر حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى من لم يرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هرقل الروم وغيره، لما سأل أبا سفيان عن صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو سفيان: وكان ما زال كافرا أنه لا يكذب. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب عليكم لم يكذب على الله. إنه لطالما ما كذبش عليكم عمره ما يكذب على ربنا سبحانه وتعالى. قبل وفاة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج الناس ليخطبوا فيهم، وعلم الجميع أنه رغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مريض، إلا أنه وقف في الناس وأوصى الناس، حتى وصل إلى قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. لم يفهم أحد قصد حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الجملة إلا أبو بكر الصديق، لأنه كان يفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم معنى الكلام فانفجر بالبكاء وعلى النحيب، ووقف وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأولادنا، فديناك بأرواحنا، فديناك بأموالنا. وظل يرددها ويردد هذا الكلام. نظر الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو يقاطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا تدخل سيدنا رسول الله ليدافع عن الصديق الصدوق فقائلا: يا أيها الناس، دعوا أبا بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا فكافأناه به، إلا أبو بكر لم أستطع مكافأته، ولكنني تركت مكافأته إلى الله عز وجل.